هلال القدس فترة طويلة وخاض معه يعني مباريات كثيرة. هنا كرة عرضية شباب العبيدية، جول أول في هذه المباراة. شوف عرضية العيساوي وتصويبة بالعموم، وبالتالي تحضر الجماهير الوفية. وهنا تقدم، في صندوق الجزاء. إبراهيم أبو سرحان، راسية بالراس، يفك كل الحراس. اللاعب اللي هو معتصم عيساوي يسجل الهدف الثاني في توقيت مناسب جدا. هنا انطلاقة محمد شواورة وعرضية أبو سرحان وراسية نموذجية تسجل في هذه اللحظات. خلاص خلصوها وسجلوا الثاني. للصورة الحارس هنا مراد عليان، عرضية وأخيرا يكبها، يا محمد يكبها، تسجل تقليص الفارق يكبها. يلا هاتوا مباراة، تعال بهذا الفريق. هنا عرضية مراد عليان، عرضية يعني متابعة محمد كبها لفريق العربي. وسيم هلون، وسيم يجد نفسه كمهاجم يترك المناطق الخلفية. كرة في الناحية اليمنى، هذه خطيرة لمصنع العربي. عرضية ترسل بالراس، الوسيم هلون يا ولد يا ولد يا ولد، جول يا وسيم هلون. عرضية نموذجية وراسية، بوم، الله 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 الله. وسيم هلون يتحرر. هنا الكرة منذ البداية، هيا عرضية هنا، الراسية، يا سلام.